مرحبا، أيام قليلة بتفصلنا عن نهاية شهر رمضان الكريم، ومن المفروض أن تكون تغيرت النفوس وصارت أفضل وصارت الناس تحب بعضها أكثر. وبما أنه شهر رمضان الكريم هو شهر التعلم والتقرب من الناس ومن الله، لازم أنه يكون تغير عنا ولو شوي من بعض الصفات والخصال. لهيك اليوم نحن موجودين معكم من قلب الشارع السوري لحتى نسمع أجوبة عن سؤال: شو تغير فيك بشهر رمضان الكريم؟ خلونا نشوف. بالنسبة لشهر رمضان هو فرصة لكل إنسان إنه يعني أول شيء يتقرب لربه أكثر، وهي فرصة إنه كمان يستغل فيها الأوقات الصيام إنه يحس بغيره ويحس بالعالم الثانية. فبشكل عام يعني هو يفترض شهر عبادة بالأساس. وبالنسبة لي أنا كيف استفدت منه؟ إنه الحمد لله يعني هو أنا بشكل عام بصوم دائما، ويعني بنحاول نتقرب لله أكثر، نحاول نساوي الأعمال منيحة بشكل عام. وبنفس الوقت كمان جسم بيتحسن فيه، بينظف من المشاكل اللي عنده، فهي فرصة إيجابية بكل النواحي. يعني تقارب مع العائلة، يعني تماما اجتماعات مع العائلة وهيك تماما، ويعني صار في ولفة بين الأقارب وهيك. أما مثل الأول؟ لا مو مثل الأول. يعني مو مثل رمضانات قبل وهيك، السنة اجت غير. يعني الحياة الاجتماعية إنه ضبط النفس مثلا، واحد يطول باله، صبر على الناس احيانا نتيجة هالظروف. اذا عن السنوات السابقه، والله كل ما عم تصير رمضان عن رمضان كل ما الظروف اصعب واصعب. يعني رمضان عن السنه الماضيه بتحس انه اثقل شوي جاي، بس هيك الله هيك صبرنا. الحمد لله كل سنه بختم القران يعني، ونحن كثير بنزور القرايبين كثير، يعني يوميا بنروح نفطر بيت حماي، يعني هيك كثير صله الرحم. يعني نحن الحمد لله صار يعني انه الروحانيات وتقرب صلة الرحم يعني كثير مع بعض وهيك. شهر رمضان غير فيني زيادة العبادة صارت عندي، و صارت محبتي للناس أكثر وللرفقات أكثر، والصلاة زادت عندي أكثر. شهر رمضان قربني من رب العالمين أول شيء، وثاني شيء خلاني هيك في صبر، يعني فيني صبر وحببني بالناس. شهر رمضان دائما الصيام هو بيعطي طاقة إيجابية للإنسان، وبعوامل الشغل تبقى هيك شهر رمضان له هيك نكهة مميزة. والله أنا ما غير فيني شيء أبدا. الله إيجابي طبعا، صلاة التراويح، صلاة الصبح مصليها بالجامع الحمد لله رب العالمين. يعني الأمور جدا رائعة بشهر رمضان وفي له نكهة خاصة. غير كثير شغلات، يعني كنت قبل أقطع بالصلاة، هلأ عم بنتظم. يعني شي لك عن هيك، قراءة القرآن كنت يعني طوال نهاري أنا بالشام، يعني ما كنت أقعد كتير بالبيت. إيه فهلأ الحمد لله كنت أتسلى مثلا، إنه بدي أكل لأني بدي أتسلى لأني مالي، أو أشرب مثلا. هلأ برمضان لا خلاص، إنه اتمسكت إنه أنا ما فيني، يعني في هاي الشغلات النقرشات وكذا، وإنه أنا ما في داعي أكلها، أو مثلا مع ابني كذا، إنه لا في نظام صار أكتر. كتير حلو هاي الشيء، وحسيت إنه لا فيني شيء أتسلى بشيء تاني غير الأكل. يعني أي ناحية الاجتماعية هلأ الروحية حلوة، بس لا من ناحية اجتماعية قعدتني بالبيت هالأخير برمضان. شهر رمضان هو شهر العبادة، شهر الفضيلة، شهر اللي الإنسان بيتفرغ فيه بشكل كامل للعبادة، فيعني من تلاوة القرآن، من أداء الواجبات، فأكيد الإنسان بيكون أكثر تسامح، أكثر محبة، أكثر رضا، أكثر تقبل. يعني أكيد شهر رمضان شهر إيجابي بشكل كامل من كل النواحي. شهر رمضان شهر التواصل، شهر المحبة، شهر اللقاءات مع الأقارب، مع الأحبة، مع الأصدقاء، فأكيد له أثر كبير على التواصل الاجتماعي من كل النواحي.